كندوزو اختي سناء الغريبه الثانيه. الغريبه الثانيه بالروح ديال البيستاج، فيها 340 غرام ديال الطحين، 60 غرام ديال السكر كلاصي، 100 غرام ديال البودره ديال اللوز. بودرة ديال اللوز راه كتباع واجدة، و إلا ما بغيتيش راه ممكن تاخدي اللوز و تحنو راسك كيعطي بودرة. 100 غرام ديال بودرة البيستاش، هاد 100 غرام ديال بودرة البيستاش، حيت بزاف الناس غيسمعوا البيستاش غيقولوا 100 غرام راه تقريبا كتجيب واحد 15 درهم. فيها نص معلقة ديال نكهة البيستاش، نص معلقة ديال الروح ديال البيستاش حتى هي، واحد الملون أخضر باش كتعطينا داك اللون الأخضر ديال البيستاش، و 300 غرام الزبدة. كنخلطو اختي سناء، كندوزو الطريقة، كنخلط كنحطو الزبدة هي الأولى طوماد، كندعكوها مزيان مع السكر كلاصي مع اللوز مع داكشي اللي عندنا لي زانكغيديون كاملين. من بعد كنديروهم دي بول وكنكوروهم تقريبا واحد 20 غرام 22 غرام تكون فيها. من بعد كنحطوها في وسط اللاطة، وكنجيو اختي سناء في الوسط ديال داك البول، وكنثقبو واحد الثقيبه اما بشي عويد واما الصبيع ديالنا. من بعد كنكونو موجدين واحد الناباج، معلقه ديال الناباج كبيره، معلقه ديال الكليكوز كبيره، كنكونو ذوبناها فوق البوطه، كنهزو بواحد المعلقه صغيره، وكنخشيو بداك الحفاء بعدا كندخلوها الفران طيب. نو كندخلوها الفران طيب. فاش كطيب كنخرجوها، كنكونو موجدين هاد الناباج والكليكوز، كنحطو فوق منها قطيره ديال الناباج والكليكوز في داك الحفيره، كناخدو الشوكولا بيبي حتى هو راه موجود، وكنحطو واحد جوج ولا ثلاثه فوق داك الحفيره. اييه كنوع من التزيين ملي كطيب. نوع من التزيين. من بعد الا بغيتي كتزينها غير في الجنيب واحد الشوكولاط ابيض، كنزيكزاكيوها غير في الجنيب، كتجي غير في الجنيب. اييه وصافي وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. جوج الانواع ديال الحلويات يعني مميزين.